أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. فلسطين العزيزة، كيف أغفو وفي عيني أطياف العذاب إلى عكا الفلسطينية، عكا التاريخ الممتد في خاصرة الجرح العربي الذي لا ينسى. من هناك معنا عبر سكايب الشاعر الفلسطيني المتميز حقا محمد إسماعيل. حيا الله ابن عرابي من عكا. أستاذ محمد، كيف حالك؟ وأهلا وسهلا بك في بيت القصيد. حياك الله أستاذ مصطفى وجميع المشاهدين والعاملين معك. عن عكا، عن عرابي، وقبلهما عن ابن هذه البلد التي لا يمكن أن تنسى أو أن تسقط يوما من الوجدان العربي، وهي فلسطين. كلمنا عنك ببطاقة تعريفية قصيرة أستاذ محمد إسماعيل الشاعر الفلسطيني قبل أن نذهب وحديث عن عكا ومدينة عرابي. تفضل يا محمد. محمد فلسطين، محمد إسماعيل، شاعر من فلسطين. أعرف عن نفسي بثلاث أبيات. تفضل، لك ذلك. أختار قافيتي ونبضا من دمي، وأظل أبعد ما هناك سماء، وأسائل التاريخ عن عهد مضى في صدقه تتعدد الأنباء. كانت لنا الدنيا وكنا أهلها، واليوم نكتب لا نرى أسماءه. واليوم نكتب لا ترى أسماء. محمد، الآن عن عكا وما تحب أن يعرفه المجتمع العربي عن هذه المدينة التي لها أثر طويل ممتد في عمق التاريخ الفلسطيني. عن حاضر عكا في هذه الأيام، ليتك تحدثنا وبشيء من التفصيل إن استطعت. تفضل. فيها كثير من الحيوية والقليل من الكآبة. هي مدينة تحمل في طياتها لي كثير من الذكريات. مدينة حيوية جدا، خاصة أنها مهادية للشاطئ البحر الأبيض المتوسط. دائما ما بها حركة وحياة. فيها سوق عكا القديم الأشبه شبيه كثيرا بأسواق القدس. أنت تدخل سوق عكا ترى القدس، ترى أسواق القدس وزقائق القدس. نعم. وعن عرابي التي ربما يجهلها كثير من العرب، ومختلف الدول العربية ربما لا يعرفون هذه المدينة من فلسطين المحتلة تحديدا في الداخل، وهي كانت قديما قضاء عكا، مدينة عرابي، ليتك تكلمنا عنها قليلا. عرابي مدينة الصمود من مثلث يوم الأرض. نعم. قدمت العديد من الشهداء، لها تاريخ عريق من أيام ظاهر العمر. نعم. مدينة هادئة بعض الشيء، جميلة بقدر جمال كل فلسطين. ترى فيها جمال فلسطين و ترى فيها كل جمال فلسطين. محمد، هناك من يقول إن الشعراء أمزجة ومشارب متعددة ومختلفة ومتناقضة. هناك الشعراء الخوافون، وهناك الشعراء الشجعان، وهناك الشعراء المترددون بين. أين تجد نفسك بصراحة يا محمد ودون خجل؟ هل تصنف نفسك شاعرا شجاعا؟ طبعا. ما دليل شجاعتك يا محمد؟ تفضل. أنا مثل ما قيل، لأنه ينظر إلى الإنسان كإنسان بغض النظر عن أي مقوم آخر للإنسان، أو أسير مع الحق أو حيث أرى الحق، ولا أخشى لومة لائم. لا تخشى لومة لائم، ربما يدل نصك عليك، وهو النص الافتتاحي الذي ستبدأ به هذه الحلقة من بيت القصيد. لا تخشى لومة لائم، سنرى إن كان النص الذي ستبدأ به يثبت هذه الفكرة أم أنه يعارضها ويعترض إياها يا محمد. إلى القصيدة الأولى حتى نكتشف سر الشجاعة في قصائدك. تفضل يا محمد. يلا. قصيدة الأولى لدمشق. تفضل. إليك أزف قلبي اليوم صبا،
يصب هواه في عينيك عذبا. حاول أن تصل بصوتك وإلقائك إلى دمشق يا محمد، تفضل. لعمري ما بهذا الكون إلا ضياع حط في جفنيك ذنبا، وسحر جاوز الأهداب حتى غدا جسرا يمد إليك قلبا. أنا لحن الرجوع وسفر عشق تعمد في العيون ومات صلبا، وقصة عاشق من ألف عام بدا كلفا يزيد هواك قربا، وقافية تردد حيث تغفو عيونك تسكت الدمعات عقبا. قصدتك والربيع وبعض دفء على كفيك صاغ الحرف خصبا، ومد العمر ميلادا لأرض بها بردا يذيب الصخر حبا. أعيذ هواك من دنس وخبث ومن روح تساق إليك غصبا. دمشق الشعر فيك اليوم يسمو يدق نوافذ الرحمن صبا، ويعزف في غرامك ألف لحن وما يلقى إليك اليوم دربا. أراها في عيون الفجر طفلا تنفس في فضا صنعاء حربا. إليك اليوم تلتئم القوافي تميل بحزنها شرقا وغربا، إلى بغداد تعزف ألف لحن وتصنع من شذى العبرات شهبا. ألا يا سائل الأيام أن عنا أقم واشرب على الأطلال نخبا، ودع للروح أن ترثي هواها فما أبقت بلاد العرب قلبا. ودع للروح أن ترثي هواها فما أبقت بلاد العرب قربا. وهذه رؤيتك يا محمد. هناك من يرى بأن درويش بوفاته أغلق الباب على القصيدة الفلسطينية، ولم يأتي بعده من الشعراء من يسلط الضوء على القضية بنفس الوهج الذي كان يتمتع به محمود درويش. ما رأيك بهذا القول؟ أختلف مع هذا القول كثيرا. لماذا تختلف؟ فلسطين ليست شخص معين، إن كان درويش أو غيره. فلسطين دائما قادرة على أن تنجب الأفضل والأروع. القضية الفلسطينية كانت هي القضية المركزية لكل الشعوب العربية في وقت الذي كان فيه درويش. اليوم أنت في وطن كله جراح، كله ينزف، لا يعقل أن توجه البوصلة فقط لفلسطين بينما عندك جراح لازالت تنزف في سوريا أو العراق أو لبنان أو أي بلد آخر. لذلك تشتت الفكر أكثر في نطاق أوسع مما كان في وقت درويش. نعم. طيب، حينما نتحدث عن القصيدة الفلسطينية والوهج، لماذا انطفأ وهجكم؟ يقول قائل يا محمد، لا يمكن أن ينطفئ الوهج، سيبقى ويتجدد. لكن لا نجد على الساحة الفلسطينية الأنشطة التي تمتلئ بها الساحات العربية المختلفة، مثلا لا نجد مهرجانا للقصيدة الشعرية في فلسطين، لا نجد اهتماما من هذه المنطقة أو تلك. لماذا يا محمد؟ هذا التساؤل يطرحه الكثير من النشطاء، لا سيما المهتمين منهم بالأدب والشعر. هل هذا حقيقي أم أنهم يبالغون قليلا؟ يبالغون قليلا. نحن في النهاية نحن دولة محتلة، لا يمكن أن نكون كما في سوريا أو في الأردن نتمتع بنفس الحريات التي تعطينا المجال لمثل هذه المناسبات. لكن دائما يوجد أمسيات الضوء عليها ضئيل، لكن هي موجودة بالأصل. يا محمد، لا ترى أن فكرة أنكم دولة محتلة دائما ما يحاول الفلسطينيون أو كثير منهم يقدمه كذريعة للتقصير أو شماعة يعلق عليها إهماله مثلا وعدم سعيه لابتكار ما يستحق، هل هذا فيه تجنن أيضا؟
فيه كثير من التجني. كيف ذلك؟ حاول أن تثبت، حاول أن تثبت أن هذا الرأي وهو منسوب لصاحبه وقائله وأنا فقط أنقله، حاول أن تثبت أن فيه من التجني ما فيه، تفضل. أنا أقول لك، عندما كتب غسان كان فاني دراسته عن أدب المقاومة في فلسطين المحتلة. نعم. قال أن دراسته تفتقر إلى شيء مهم وهو الاطلاع المستمر. حاول أن تعتدل بجلستك يا محمد حتى تبدو الصورة أفضل. نعم تفضل أكمل إجابتك. عندما تحدث الكاتب غسان كنفاني عن أدب المقاومة في فلسطين المحتلة قال أن الأدب يفتقر، أن الدراسة تفتقر إلى أهم مقوم فيها وهو الاطلاع على الأدب الفلسطيني في الداخل. نعم. واليوم من يتكلم بهذا الشكل لا يرى الأدب الفلسطيني من الداخل ولا يتابعه، وهو ينظر إليه نظرة من الخارج، بينما ما يوجد في الداخل يخفى عليه الكثير منه. نعم، لكن هل المسؤولون عن المشهد الأدبي في فلسطين ترى أنهم يقومون بدورهم فيقدموا أو يقدمون العمل الأدبي الفلسطيني لمختلف العرب كما يجب أن يقدم؟ هل هم يقومون بدورهم فعلا يا محمد؟ لا. ما الحل إذن باعتقادك؟ الحل أن نجعل أن نوحد الأدب الفلسطيني في قضية الإنسان الفلسطيني. أحسنت. فنتكلم عن الإنسان الفلسطيني بعيدا عن الجغرافيا، عن غزة والضفة واللاجئين والثمان وأربعين، أن تكون قبلة الأدب الفلسطيني هو الإنسان الفلسطيني نفسه. أحسنت يا محمد، وخذنا إلى الإنسان الفلسطيني وإلى قبلة الشعر مجددا، إلى قصيدة جديدة واختر ما تحب. ماذا ستقرأ هذه المرة؟ جميل يا محمد أنك تأخذ الحلقة ببساطة الفلسطيني الطالع من طين هذه الأرض فتقول يلا حاضر انتظر خذ راحتك تفضل ولك المنبر من أجل قصيدة جديدة. يلا مرة ثانية. يلا جميل أنت يا محمد تفضل نستمع إليك. ما زال عندي من عينيك ما وفد. ما زال مجددا. نعم. يلقي السلام على عمري الذي وئد. مجددا أعد النص. ما زال عندي من عينيك ما وفد. يلقي السلام على عمري الذي وئد. ويكتب الحرف رغم القهر ينقشه في داخل الروح لو فيها الصبا ولد. وينزع الصبر عن حلم غدا وجلا فيه الأماني تجز النبض إن وجد. الله. يلقي عصاه فلا تلقى سوى عجب لا يستقيم ولا يرضى بها أبدا. ويكبت الكف في جنب الدموع كما يلف غيم عيون الليل مرتعدا. ما كل سحر بأرض الشرق نعلمه، ما كل فرعون يعطي للكبار يدا. الله. ولا قميص هنا بالدمع يوقظنا إلا لعثمان شق القهر واتقدا. لا سر يبقى هنا إلا ليحملنا على مراكب لا نحصي لها عددا. في كل ركن غدا حلم نبدده، وكل أرض لنا في الشرق طيف عدا. نسير عبر دروب الموت نحمل من قد أوقد النار فوق الجرح وابتعد. ندور حول زمان بات يثقبنا بالذكريات ولا نلقى لها أمدا. نحن الذين على وجه الظلام نرى كل العيون تجلت للطغاة ردا. نحن الذين على وجه الظلام نرى كل العيون تجلت للطغاة ردا. مذ أزهر الطين بين الراحلين نرى ذر الرماد على أهدابنا مددا. نعتق الجرح والآمال تحملنا صرع لأرض بها مات الربيع سدى. واستنشق الآه من ثغر الشتاء كما يستنشق التبغ عند البرد مرتعدا. واستنشق الآه أعد من واستنشق الآه من ثغر الشتاء كما يستنشق التبغ من عند البرد مرتعدا. مليون آه على درب الخضوع نرى ولا جديد هنا يبكي لنا رشدا.
نسيح عند ضفاف الحلم يجمعنا دفء النهار الذي بالقلب ما فقد. كل الأماكن باتت شبه عارية إلا الطغاة أقاموا فوقنا رصدا. كل الأماكن باتت شبه عارية إلا الطغاة أقاموا فوقنا رصدا. متى ستتخلص فلسطين من هؤلاء الطغاة يا محمد؟ ما الذي ينقصها حتى تتخلص منهم؟ ينقصها الإيمان والعزيمة. هل معنى كلامك أن فلسطين ينقصها الكثير من الإيمان والتي هي بحاجة إليه؟ فلسطين ينقصها الإيمان بالإنسان الفلسطيني. نعم. ليس الإيمان بالله وال نعم. الإيمان الدين. فهمت عليك. الإيمان نعم. بالإنسان الفلسطيني نفسه أنه قادر أن يفعله. نعم. محمد، هناك من يقول أنتم الفلسطينيون دائما تحاولون تسويق المظلومية الفلسطينية على أنها هي السبب وراء ظروفكم الصعبة وواقعكم الذي تعيشون فيه مرارة الحال. هل هي فعلا مظلومية تسوق أم هو واقع مؤلم وينبغي أن نشير إليه بشيء من التفصيلات والمعلومات؟ هو واقع نعيشه جميعا الفلسطينيين، كنا في الداخل أو في أي مكان في الدنيا. نعم. ليس فقط مظلومية، بات واقعا لنا جميعا كفلسطينيين. نعم، أحسنت. لكن لا يخلو الأمر في كثير من شعراء فلسطين ممن اليوم يتحدث أكثر عن القضية السورية مثلا بعيدا عن القضية الفلسطينية. وهل هذا يعيبه؟ أننا نسوق أنفسنا على حساب القضية الفلسطينية. نحن هل أنت ترى أن هذه الطريقة تعيب القضية أو تعيب على الشاعر وتجعله بمصاف مثلا الذين زاغوا عن القضية مثلا؟ أن لا، يكتب عن مشهد آخر؟ عن جرح آخر؟ لا، لم يزوا عن القضية. لكن الوطن ليس فقط الوطن حيث أنت تعيش. قيل الوطن حيثما وجد الظلم فهناك وطن، والكثير منا يشعر بنفسه، يرى تجربته في المظلمة السورية مثلا أو العراقية. أنت ممن وثقوا لهذه المظلمة أيضا يا محمد؟ لم أسمع. أنت ممن وثقوا لهذه المظلمة السورية، فرأيت نفسك بجراحات أهلنا هناك في سوريا وبجراحات طبعاً. الأهل أيضا في العراق، فكتبت عن العراق وسوريا. كتبت عن العراق وسوريا واليمن وكل نعم. مكان أرى فيه مظلوما. جميل. لأن جميل البوصلة هو الإنسان. أحسنت. طيب الآن حينما نرى واقع العرب وكيف أن الرأي غير موحد، وكيف أن هناك من ينصف الجلاد على حساب الضحية في فلسطين، وكيف أن القضية الفلسطينية يمارس عليها نوع ربما كان مقصودا من التغييب، في ظل هذه الحالة الملتبسة من النكوص عن الواجب الفلسطيني وعن دعم القضية الفلسطينية، أنت كفلسطيني صامد مقيم في الداخل الفلسطيني، ما هي رسالتك التي تتوجه بها إلى الكل العربي حتى يعودوا إلى أولى القبلتين؟ أولا علينا أن ننهض بأنفسنا، نرى أنفسنا بالمكان الصحيح لا بالمكان الخطأ، ونسير بخطى ثابتة لا مترددة ولا متذبذبين لا إلى الشرق ولا إلى غرب. مشكلة العرب والمسلمين اليوم أنهم مفرقون بين الشرق والغرب. وماذا عن الفلسطينيين؟ الفلسطينيين أيضا مفرقون بين الشرق والغرب. كيف لهم أن يعيدوا وهج قضيتهم إلى الوجدان العربي؟ عندما لماذا لا تفعلون؟ يقول قائل هنا لماذا أنتم صامتون؟ لماذا أنتم عاجزون؟ عاجزون قلت لك في البداية، قلت لك عندما نوجه البوصلة صوب الإنسان الفلسطيني يمكننا أن ننهض. أما ونحن مشتتون بين فصائل وسلطة و48 ولاجئين مستحيل أن ننهض. نعم. يجب علينا أن نوحد كل الخطوط في خط واحد وهو الإنسان الفلسطيني. أحسنت. إذا قمنا بالإنسان الفلسطيني نقوم في فلسطين أيضا. أحسنت. ما دام الإنسان الفلسطيني مغيب حتى عن الساحات العربية والأدبية كما تفضلت،
كيف سننهض؟ نعم، إلى قصيدة جديدة يا محمد، شوقتنا لمعرفة مضمون النص الجديد الذي ستقرأه. مضمون النص الجديد الذي سأقرأه الاسم ضياع. الاسم ماذا؟ ضياع. ضياع ضياع، فوق الضياع الذي نعيشه تريد أن تسمعنا الضياع أيضا يا محمد؟ لا مشكلة، تفضل خذنا إلى ذلك الضياع، ربما يقودنا إلى الهدى. تفضل. إلى أين تمضي اليوم هذه المراكب؟ تمد شراع الهجر والشوق لاهب، تقول ترفق بالذي راح دهره، يحرك جرح الروح والبعد غالب. تلوح وفيها بات يبدو زماننا ضياعا، ولا يدري إلى أين ذاهب. على ظهرها رحنا نمني حياتنا، نضيع وتلقي من جفاها العجائب. كأن لها في القلب ألف قصيدة، على راحتيها الحرف لا شك ذائب. إلى أين تمضي بالسفينة يا ترى، وكل بلاد الأرض فينا تحارب. الله. وتلقي إلينا الحلم نارا، كأنها تمد ذراعا فيه تعلو المصائب. وتركي ستار الليل ينبض بالأسى، كرسم تجلى في سمانا نعاتب. نمد حبال الأمنيات إلى السماء، لعل بها يسمو على الجرح غائب. غدونا بوسط الكون نمضي، ولا نرى سوانا ضياعا قد حوته المصاعب. يا الله. وخذنا غمار البحر والموت ظلنا، مع الريح يمضي حيث تمضي القوارب. أزلنا شراع الذل بالدمع وحدنا، ولم يبق منا في فضا الأرض راكب. أزلنا مجددا، أزلنا شراع الذل بالدمع وحدنا، ولم يبق منا في فضا البحر راكب. دخلت فناء الدار وحدي كما ترى، فعف اللسان القول والقلب خائب. وجدت ظلال الشوق ترخي سدولها، فتمسح دمع العمر والحزن غالب. وحيدا فتحت الباب أمشي، كأنني ضياء بلا هدي رمته الكواكب. يا الله. رسمت حروف الأبجدية بالدماء، ورحت أصوغ الشعر والوزن ناضب. أسائل عنهم ألف نجم بنا مضى، ليطغى فراغ الصمت والليل نادب. أدق هناك الباب وحدي، ولا أرى سوى خربشات ما لها اليوم صاحب. أدق هناك الباب وحدي، ولا أرى سوى خربشات ما لها اليوم صاحب. عساك تتخذني صاحبا في رحلتك مع الخضر يا محمد إسماعيل، الشاعر الفلسطيني. قبل أن نخرج إلى فاصل، وجه إليك سؤالا جديدا يا محمد. أنتم كفلسطينيين، ما الذي تحتاجونه اليوم من الشباب العربي، من الكل العربي، من أجل إعادة البوصلة وإعادة ضبطها باتجاه القدس المحتلة؟ ما الذي تحتاجونه في هذه المرحلة العصيبة من عمر أمتنا، كل أمتنا؟ أنا أحتاج من الشعب العربي ومن الشباب العربي بالذات أن يجد ذاته ويحيا بكرامة وعزة وحرية. عندها فقط يستطيع أن يوجه البوصلة إلى حيث يشاء. أحسنت، أحسنت يا محمد. مشاهدينا الكرام، الآن سنخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل هذه الحلقة من بيت القصيد. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. حيا الله بكم
مجددا وأهلا بكم جميعا أعزائنا المشاهدين. فلسطين البداية والاستمرارية من فلسطين، معنا الشاعر محمد إسماعيل عبر سكايب. فلسطين القضية المركزية الأبية والفتية مجددا يا محمد، وقبل الذهاب إلى قصيدة جديدة عن فلسطين في ظل وضعها الحالي، المطمح حينما نقرأ الواقع بعيدا عن الأمنية أو الرجاء أو الدعاء، هل الواقع فعلا على قدر المطامح؟ لا، الواقع الفلسطيني اليوم الذي تعيشه لا. القضية وأهلها على قدر مطامح أهلها؟ لا، أو أن همة أهلها قد ذبلت. لا يمكن المطامح أن نكون دولة ونحن مشتتين أكثر من الشتات. كيف يمكن أن يؤسس الفلسطينيون إلى مستقبل يقودهم فعلا إلى دولة؟ باعتقادك ما هي الخطوات التي ينبغي أن يمشيها الفلسطينيون خطوة خطوة ببساطة؟ أولا الوحدة. ثانيا قلت لك أعيد وأكررها، الإنسان. ثالثا الهدف. رابعا سأرى الثقافة، متى ستذكرها؟ الثقافة في الإنسان نفسه. أنا عندما قلت نعم. إنسان يعني إنسان، ثقافة الإنسان. تقصد الاستثمار بالإنسان وبكل المجالات التي من شأنها تعزز قيمة الإنسان وتجعله عنصر بناء لا ضياع نعم. وهدم وتغريب، تعطي كرامته وحريته. نعم. الظروف الحالية التي يعيشها الفلسطينيون في الداخل، حبذا لو تحدثنا عنها، هل هناك مضايقات تمارس من حين إلى آخر؟ وكيف يتشبث الفلسطيني بزيتونته الشاهقة ويرفض كل مخططات التهويد أو التهجير؟ عندنا ضابط وهو اللغة. اللغة هي من تحفظ لنا بقاءنا في هذه الأرض وتحفظ لنا هويتنا. أحسنت يا محمد، أحسنت. ما دمنا نحافظ على لغتنا العربية فإننا سنستطيع أن نستمر في هذه الأرض. أما عندما نفقد حتى لو قليل من اهتمامنا للغة سنضيع وندوب نعم. في المجتمع الثاني. محمد، ليتك تتفضل بتصحيح، يعني دعنا نقول تصحيح معلومة أو انطباع لدى الكثير من العرب، وهناك من يرى أنه انطباع خطأ، وهو أن فلسطينيي الداخل هم جزء من الصهاينة. هناك من يقول ذلك، هناك من يسوق ذلك، هناك من يؤمن بذلك. حبذا لو فندت هذه الفكرة وأثبت أنها خطأ، تفضل يا محمد وأوضح ببساطة من هم فلسطينيو الداخل المحتل. نحن جذور هذه الأرض وجذور فلسطين، مهما تكلم فنحن أصل البقاء في هذه الأرض. لا يجب علي أن أكون لاجئ في دولة أخرى، مع الاحترام طبعا للاجئين، لكي يقال عني وطني وأنني لست من هذه الأرض. لكنكم تتحدثون اللغة العبرية يا محمد. هو أنت تتحدث اللغة الإنجليزية. أحسنت، أكمل. أنا أريدك أن توضح وتفصل في هذه النقطة. أنا أتحدث اللغة العبرية كجزء من حياتي هنا، لا كفرض علي، لا كهواية. نعم، كمسألة أمر واقع وفرض هيمنة، ليست كهوية تتبناها. صح، بالضبط. أنا أتكلم العربية دائما، أتكلم العبرية عندما أحتاج لأن أتكلم العبرية، والدليل أني في مقابلة حوالي الساعة لن أذكر كلمة عبرية واحدة. أحسنت، أحسنت يا محمد، أحسنت وألف أحسنت وصدقت. إلى قصيدة جديدة، محمد إسماعيل الفلسطيني المتجذر في عمق الأرض التي لا تقبل القسمة إلا على أهلها، وعسى يجتمع أهلها على حلم العودة والوحدة من أجل العودة. تفضل وقصيدة جديدة. إن شاء الله. نمشي على الماء، تمشي على الماء تنفيك الحروف غدا، وتكتب الشعر لا يلقى هناك صدى.
كأنما الطين بللوها في دمنا حتى توارت وراء الأمنيات سدى. نمشي على الجرح مقتول بنا وطن، وحاكم صاغ من نزف الجراح يدا. 70 عاما وطعم الحلم يخنقنا، والذكريات انطوت في لحمنا أبدا. كأنما الحلم جزء من مصيبتنا، يعانق الروح يرمينا هنا جسدا. لا شيء يدرك كم في الصدر من كمد، لا شيء ينصف عمرا بالهوى وئدا. كل الأماكن تبقي الشعر في دمنا، شيء إلى سدرة المجهول قد صعدا. ما ظل منا سوى حرف طوى وطنا، في عتمة الفجر فانشق الدجى شهدا. الله، أعد هذا البيت يا محمد، أعده مجددا. ما ظل منا سوى حرف طوى وطنا، في عتمة الفجر فانشق الدجى شهدا. الله، ما أجمل. من أطلق الصبر في أحداق عالمنا، من علم الكون أن للظلام ردا، من قال أن حروف الشارع عاجزة أن ترجع الحرف إن من روحنا فقدا. إني أنا الشعر مطبوع على كتفي، فن القصيد وقد أخرقته مددا. إني أرى الشعر مطبوعا على كتفي مجددا. إني أنا الشعر مطبوعا على كتفي، فن القصيد وقد أغرقته مددا. ومن دموعي أصوغ الحرف أغنية، في كل آه أرى قلبي لها سجدا. هل انتهت القصيدة؟ نعم. ربما لم أشعر لأن القفلة ظننت أن هناك تتمة، لكن لا عليك. محمد، من جديد إلى الشعر الآن، ولكن في إطار النقاش لا الإلقاء، سنأتي على قصيدة أو قصيدتين في غضون المساحة الزمنية المتبقية من بيت القصيد. أريد أن أسألك يا محمد وبصراحة، ما الذي تريده من الشعر؟ أريد من الشعر أن يوصل رسالتي. ومتى ستصل هذه الرسالة؟ هل هي مرتبطة بمكان أم بزمن؟ حتى تصل عندما أستطيع التعبير عنها بالشكل الذي يدخل إلى قلب المتلقي. متى ستتحقق للشعر أمنيته بأن يكون، أقصد الشعر الفلسطيني، بأن يكون هناك فعلا حاضنة جامعة للكل الفلسطيني، لا أن نقول هذا ابن الضفة وهذا ابن غزة وهذا ابن الداخل وهؤلاء هم فلسطيني الشتات. كيف يمكن أن تتحد أجزاء النشاط الأدبي والثقافي الفلسطيني باتجاه واحد؟ عندما نوجه البوصلة لاتجاه واحد وهو فلسطين. ربما قال مسؤولون لك نحن بوصلتنا فلسطين، لما ترى أننا مقصرون في ذلك؟ لأني لا ربما كان هناك أسباب أخرى. ما أقول لي الشيء الذي يثبت ما يقولوه هو العمل. نعم. طب أنا لا أرى ذلك في أعمالي. كيف يقنعني واحد أنه بوصلت فلسطين وهو بالأصل بمجال ثاني شيء كيش عن فلسطين؟ طيب، حينما نتحدث الآن عن مسألة القيمة والمبدأ والرسالة التي ينبغي أن تكون حاضرة في الشعر، وبشكل عام نتحدث هنا، نكتفي بهذا القدر بالحديث عن فلسطين وعكا وعرابي التي تنحدر منها يا محمد، وأنت شاعر فلسطيني بكل تأكيد، لكن دعنا نذهب إلى حديث بحت الثقافة الآن يا محمد. الشعر في زمن التكنولوجيا، في زمن هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي وما نعيشه من تجاذب، صراعات، ربما تكتلات على مستوى العالم الافتراضي، هل ترى أن هذه هي مسألة صحية وطبيعية، أم أن فيها شيئا من المبالغة في جمهور الأدباء الذين ينبغي أن يظهروا بصورة أليق من الصورة التي يظهرون عليها؟ أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. مهما كثر الشعر بالنهاية سيبقى الشعر الجيد الذي يليق أن يبقى بغض النظر عن قائله.
في النهاية سيبقى الشعر نفسه لا الشاعر ولا الشعر. وماذا عن شعرك؟ هل تتوقع له البقاء بصراحة؟ إن شاء الله. ما الذي تبحث عنه يا محمد حتى يكتب لشعرك البقاء؟ ما الذي ترى أنه ينقصك؟ ما الذي ترى أنه يحفزك، يستدرجك، يحثك على المضي قدما من أجل إتمام هذه الرسالة شعرا وتأثيرا؟ ماذا تحتاج؟ وما الذي تحتاج إليه؟ صراحة الأدوات موجودة والثقافة موجودة، ينقصنا لا ينقص شيء، ينقصنا أن نصل إلى قلوب الناس ليس إلا. هل ترى أنك تقوم بدورك المطلوب منك حتى تصل إلى قلوب الناس، أم أن هناك تقصيرا ما يشوب هناك هذه الرحلة؟ الشعر اليوم هو هواية ليست صنعة. أنا جميل. أتخذ الشعر كهواية ليست كصنعة، لذلك أكيد سيكون تقصير مني. لا عليك ولا تقصير منك، رأيتك بيضاء سليمة وهمتك شاهقة حكيمة يا محمد إسماعيل، الشاعر الفلسطيني، إلى قصيدة جديدة كلنا شوق إلى الاستماع إليك مجددا. تفضل واقرأ علينا جديد الشعر. تفضل. كف تلوح في عينيك للأمل وترسم الحرف مشتاقا من الأزل، تمر عطرا على قلبي كأن به وحيا من الشوق في نبض من الرسل، في بحة الآه تبكيني على ألم يمزق الروح بين الفقر والعلل، دهر يمر علينا دونما خجل يعتق الدمع بين الجفن والمقل، وذكريات غدت والشوق يخنقها في أنة الناي بين البحر والدول، كل يمر على أشلائنا ثمنا يذوب الآه فوق الخد كالقبل، لا تتركونا على كف الرحيل لنا في حضرة الموت آلاف من السبل، نحن الذين نصوغ الشهد من أرق ونبسط الجرح فوق الصدر كالعسل، معذبون ونمشي دون ما وطن في هذه الأرض لا نخشى من الزلل، ممزقون وندري كيف نطبعها تلك الحروف على بوابة الأمل. يا الله يا الله يا الله، جميل جدا يا محمد. الآن حدثني عن أمنياتك الشخصية فيما يتعلق بمسعاك الشعري، ما الذي ترجوه يا محمد كحلم للسنوات الخمس المقبلة مثلا؟ أن أصل إلى أكبر عدد من الناس، أن يدخل شعري إلى قلوب الناس، ربما ينعم بالخلود ربما لا. نحن نرجو أن ينعم بالخلود يا محمد ولا شك في ذلك. طيب لنعكس السؤال، ما الذي تتوقع أن الشعر يرجوه منك، يريده منك، يتفرسه فيك؟ ما الذي يريده الشعر من محمد إسماعيل؟ الشعر يريد مني أن أكون ناطقا جيدا باسم القضية، قضيتي أنا، قضية بلدي، قضية وطن مغيب كما قلت، يقال عنا أننا يهود تقريبا. أريد أن أوصل رسالة لكل إنسان أننا نحن عرب 48، ما زلنا عرب وسنبقى إلى أن تزيل هذه الغمامة التي علينا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وحتى تحرر فلسطين. أنتم الشوكة في حلق الصهاينة، أنتم الدليل المادي الملموس على أن فلسطين لأهلها، فلسطين عربية إسلامية ولا تقبل التنازل عن هذه الهوية. أنتم الذين صمدتم وقتما خذل كثيرون فاضطروا إلى النزوح أو اللجوء إلى دول مجاورة. محمد، إلى القصيدة الأخيرة الآن، الوقت يوشك على النفاذ، ونريد منك قصيدة تصلح مسكا لختام هذه الحلقة من بيت القصيدة. ترى ما الذي ستقرأه في إطلالتك الأخيرة
من خلال هذه الحلقة والوقت المحدود المتاح. يا الله. صوت كصوت الأنبياء تبدد، وغدا يسطر في غيابك ما بدا. وحي من الجب الذي أودعته، سري فضاع السر واختنق المدى. متعلق بالوهم يلثغ راءه، ويردد الآيات لا يجد الهدى، ويمد في عمق البداية سينا حتى تبدد في مرافينا سدى. والذكريات إليه ترمي عطرها، فيزفها نغما هناك بلا صدى. في الجب كانا نجمتين ودمعة، هطلت على خد الزمان ليشهد. أعطوا حروف الجر آخر كسرة من خبزنا حتى استباحوا المعبد. يا رب كم صمتت حروفي عنوة، واليوم تكتب لا ترى إلا العدا، وخيال موت عتقته عروقنا. جميل. حتى استقام على الجراح وأوقد. الله. سرنا ولا أكمل. ندري سرنا ولا ندري إلى ما ننتهي، وهنا الله السماء الله تزينت كي نصعد، والأرض تلفظ من دمانا موتها. والأرض تلفظ من دمانا موتها. مجددا أعد هذا البيت. والأرض تلفظ من دمانا موتها، والبحر فوق جراحنا قد عربد. ناديت ملء الكون أين ولادتي، قالوا هنالك مزقوك لتوجد. وبلا إمام صرت أحفر أحرفي، وأصوغ شعري في متاهات الردى. يا الله. ومشيت وحدي والغياب يضمني، طفلا على سيف العذاب تمرد. أفنى بقائي فيك ألف قصيدة، وغدا يضمد جرحنا كي نولد. وغدا يضمد جرحنا كي نولد، وحتى نولد على الفطرة السمحة. يا محمد إسماعيل، وأنت شاعر فلسطيني معجون بطينة هذه الأرض المقدسة والتي لا يتنازل عنها مسلم أو عربي في قلبه دين وبقية من ضمير، أود أن أسألك كلمة للتاريخ موجهة من قلب فلسطيني محب لبلده وشعبه. كلمة لفلسطين في ختام هذه الحلقة، ماذا تقول؟ لفلسطين أقول: أنت البداية وكل النهايات. نريد بعد ختامك ختاما آخر يا محمد، وبتصرف أقول ختام منك يكفينا، ولكن ختامك لا يقال له ختام. نريد قصيدة قصيرة تكون عيدا في ختام هذه الحلقة، وفيها يحلو الختام. أبيات قصيرة نسمعها منك مجددا قبل أن نودعك ونختم حلقتنا، تفضل. محمد، هل تسمعني؟ طيب، على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بمحمد، سنحرص على التواصل معه بعد قليل. نعود مشاهدينا الكرام ونستكمل هذه الحلقة من بيت القصيد، ابقوا معنا. مجدداً إليك شاعرنا محمد إسماعيل، الشاعر الفلسطيني. وبعد حديثك الشيق عن فلسطين، هذه الجراح الممتدة في
في جسد الأمة تحثنا وتستفز مسامعنا حتى نسمعك بقصيدة أخرى تكون عيدا لختام هذه الحلقة من بيت القصيد، إلى قصيدة تكون ختامية هذه المرة يا محمد، ولعلها تكون فلسطينية خالصة. تفضل وقصيدة نهاية هذه الحلقة، تفضل يا محمد. الصراحة مش فلسطينية، هي قصيدة مدح للرسول عليه الصلاة والسلام. وأنعم بفلسطين حاضنة المسرى، مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون هي يعني ختام لهذه الحلقة فلسطين بقصيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المسرى وصاحب رحلة المعراج. تفضل ألقي علينا هذه القصيدة. القصيدة بعنوان رؤية. تفضل. فوضى وصوت في المدائن كبر، يهب المكان ذنوبه كي تغفر، ومضى وعزف الروح في أناته بركان شوق في الفؤاد تفجر، وتقول كنا ثم تمضي دمعا تطأ الثرى فيردها كي يشعر، كنا وللكلمات سطو نافذ يشتو على صدر الزمان ليثأر، لا شيء بالأمس القريب ولا غد يلقى على التاريخ كي يتحرى، كل يحاصرنا بفيض من دم ويظل يصمت كي يرى ما قد جرى، كنا وما للأمس إلا هفوة تصبو لوصل في الفضاء تبخر، نعدو فلا أفق قريب يشتبى يشتبي منا الأحبة كي نعود فنغفر، واليوم تأخذنا الحقيقة خلفها حتى نرى في دربها ما يفترى، لا نسمة في الأفق توقظ غافلا لا الريح توهبنا الشراع لنبحر، وحدي ألم الدمع حكما نافذا قد يستعان على الذنوب لتصغر، لا شيء يأخذني لأرسم عالمي في مقلتيه إذا الكلام تبعثر، وكأنني طيف يحاصر رسمه في غفلة والموت عني خبر، عن أي شيء يا حروف ستخبر وجميع ما تبغين قيل وفسر، أدنو وكم ذنب يمزق مهجتي من قبل أن يرتد طرفي كي أرى، وأمد قلبي كي يعانق صوته في عتمة الأيام حين تبخر، هو ذا أمامي بت ألحظ طيفه حتى دنوت وما غفوت لأبصر، وقف الزمان للحظة متوسما لما رأى وجه الحبيب معطر، ودنت إلي الشمس وهي بعيدة وتقول خذني كي أرى ما قد جرى، جميل. حلم بذياك المسا قد علقت أوصاله بالفجر كي يتطهر، لا شيء في عمق الحقيقة شدني إلا انشطار الروح حين تدثر، اقرأ كأن الصوت حلم آخر قد جز أوردة السماء ليقدر، شيء من العهد القديم تكاملت أوراقه في مقلتيك ليخبر، حدس ومالت بعد ذاك سماؤنا حتى تظلل عزه كي يكبر، وأراحت الدنيا لديه رحالها حتى استراحت في رحاه فأدبر، يا من إليه يقودني شوق غدا في خافقي مختار أن يتعثر، هل كان حلما أن أراك ودمعتي سبقت حروفي كي تسطر ما جرى. بورك بك يا محمد، شكرا جزيلا لك لتشريفك لنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، ونأمل أن يجمعنا لقاء حقيقي على أرض الواقع وأن يكون قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك محمد إسماعيل الشاعر الفلسطيني من عرابة قضاء عكا. وبهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيد، موعدنا وإياكم يتجدد
في لقاء شاري آخر يكون وإياكم الأسبوع المقبل. دمتم في أمان الله.